بعد دح ينزل فلوس. اصبر ما انا ضروري ندير لك المزدلفة حاجة مش لوية. ها وين ماشي انت؟ نعم؟ وين نمشي؟ ملاك بركة ركز يا بركة. وين الحوش اللي بنروح انا؟ جايين من الحرر وعزو. وين عزو؟ عزو صاحبنا وقاعد ورا المبنى هو ورا الحاوية هذه. جايين من الحرر وركز. عزو مش مجي 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 عزو من اي جماعة؟ احنا قلنا مطلون جايين عزو بتعرف احنا مش عزو. المهم شباب قبل ما نزلوا ارض المعركة في حاجات ضروري تحطوها في راسك. شنو هي؟ بنسألكم شوية أسئلة ضروري تجاوبوا عليها. حنقول على قد السواق بركة. نعم. لو جاك العدو من قدامك شو تدير؟ يقول شو الجو؟ يقول شو الجو؟ يريد هطور وحط. يقول كان عندك حاجة تديرها. صح. يقول لك أنت راجل قد. صح. لحافظة كلها من قبل. كان عندك حاجة تديرها. هذا لحافظة أنا في الجيش شنو؟ باي سؤال ثاني. بركة. نعم. لو جاك ألف جندي ودبابتين من قدامك شو تدير؟ كم جندي؟ 1000 جندي ودبابتين. لا عشان ما فيش الا بركه في الجيش ولا شنو جندي لك ولد فكره ما شو تدير فيها فندي. والله نروح ونخليكم. اسكت 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 اسكت. دير روحي شجره. نوضوا طلعوا المده ذاك. وين بقى؟ دور 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 هلا فندي. ايش
سكين وخذ. لا حول ولا قوة إلا بالله. اعتز تعطيني منفوعة جغرافية هذا. الناس تعرف طيب بعد دحين ينزل فلوس.